الشاي يا سيد المعلمين وعقبال الشربات. يا زمن طلباتك يا ابن الشحات. انا مش عايز غير حق ابويا بس، وانا رقبتي من جنيه لمية. اسمع يا معلم، حق في نص الفرن انا تمنته 15,000 جنيه. 15 ايه يا هار؟ طب انا بقى مش دافع ولا مليم. هدي نفسك يا معلم. يبقى خلاص بقى يا معلم كده، يبقى الفرن بتاعي. ما تتكلم يا فاهمه. الله، اتكلم اقول ايه؟ المعلم عوض كلامه مظبوط، حقه وهو اولى بيه. اسمع يا معلم، اتفضل. ماين ما عوض لانه بيتكلم جد. انت شايف يا صابر؟ انا شايف ان خير ربنا كتير. اديله اللي هو عايزه، خليك تخلص. ماشي اخلص عشان احنا كمان نخلص يا ابو طعمة. ضبط الشيكات. عوض الشحات. عوض الشحات ابراهيم الشحات. عاشت الاسامي، اتنين شحات. بس هنا في شحات واحد. اتفضل يا معلم. يزيد فضلك. بسم الله. على بركة الله يا سيدي. تسلم ايدك. اتفضل يا معلم عوض، امضينا بقى العقد. هات القلم يا عم صوت. مين شحات؟ مش وحش. هنسجل امتى بقى يا معلم عوض؟ والله ما اصرف الشيك الاول يا معلم داغر. الله يرحمك يا شحات. كان طيب. عن اذنكم دلوقتي يا عم صابر، احنا خلصنا من الواد ده. النهارده الثلاث وبعد بكره الخميس هيكون كاتب كتابي على طعمه. طعمه. الف مبروك يا عم صابر. مبروك يا عم صابر. عندكم جميعا. الحارس الله والصلاه على النبي. الحارس الله والصلاه على النبي. Thank you.
ايه ده يا صابر؟ فرح بنتي يا معلم. ما انا عارف، انما ايه لما قعد البتاع ده جنبها؟ عوض اتجوز طعمة خلاص، والليله دي فرحها. يبقى طلقها حالا يا الليلة، هخليها ميتم. عوض اوعى. عوض اوعى. لا يا عوض اسمع ده كده شبابك، مش كل التاني اللي يتاكل لغمه. وتفضل بقى من غير ما ترد، احسن انا اللي اخش فيك السجن. السجن الرجالة يا عوض، اللي هيدخل السجن حماك خليل الوزير يا عوض. وانا موافق يا داخل، بس المرة دي فيك انت. عم صابر لا لا يا عملت كده انت يا صابر؟ وليه لا؟ ما انت قاتل قبل كده. فاتتني دي، فاتتني دي. مصابر ليه عملت كده؟ ليه يا عم؟ لا يا عم، ليه يا بابا؟ ليه عملت كده؟ ليه يا عم؟ ليه عملت كده؟ ده كان كابوس وكاتم على نفسي. انا حاسس اني اتولدت النهارده من جديد. اسمع يا عوض، خلي بالك من طعمك، دي امانه في الاب. طعمك في عينيا يا عم صابر. ابا ابا.